عندما نزل نابولي ضيفا على ملعب جوزيبي مياتسا لم يكن له من خيار آخر غير الفوز على إنتر إذا أراد الحفاظ على أمله في المراهنة على لقب الدوري، سيما وأنه لم يعرف الخسارة في آخر 6 مواجهات مع النيراتزوري في الكالشو. أرقام الماضي وحسابات الحاضر لن يعرها أبناء المدرب مانشيني أي اعتبار، فدخلوا المباراة بقوة وتمكنوا من افتتاح النتيجة منذ الدقيقة 4 عن طريق القائد الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي سجل هدفه 15 في السيريا هذا الموسم، هدف أربك حسابات الفريق الجنوبي الذي بحث جاهدا عن هدف التعادل، غير أن الحارس هاندانوفيتش وقف سدا منيعا في وجه ماريك هامشك في مناسبة أولى ثم في وجه ألان في مناسبة ثانية عندما حول تصويبة البرازيلي القوية إلى ركنية. فريق إنتر أحس عندها بالخطر وعاد إلى الهجوم، وإذا كان إيفان بيريزيتش قد فشل في مضاعفة النتيجة حين مرت رأسيته بجانب القائم، فإن زميله الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عرف طريق الشباك وسجل الهدف الثاني لإنتر قبل فترة الاستراحة بدقيقتين. في الفترة الثانية أشرك المدرب ساري كلا من البلجيكي ميرتنس والجزائري فوزي غلام بهدف ضخ دماء جديدة في الفريق. في المقابل ازدادت شهية التهديف عند أبناء الأرض أكثر فأكثر، والهدف الثالث لإنتر ضاع في أكثر من مناسبة، غير أن ذلك لم يمنع أبناء مانشيني من تحقيق انتصار قرب الغريم يوفنتوس خطوة أخرى من سكوديتو.